شكرا. مشاهدينا الكرام، بالطبع رح تابع حلقه الليله من وهلا شو، لاستقبل بالاستوديو رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والخبير القانوني والمالي الدكتور علي زبيب. مساء الخير استاذ بشارة الاسمر. مساء الخير دكتور علي زبيب، اهلا وسهلا فيكم. معكم رح اتطرق لموضوع كان عم يحكي الاستاذ نعمت فريم، انه بعد شهرين رح بتصير ربطه الخبز ب 8000 والبنزين ما بعرف قد ايه. انتم اجتمعتوا بحاكم مصرف لبنان لموضوع رفع الدعم، او ما حكي عن موضوع امكانيه رفع الدعم عن السلع والمواد الاساسيه، يعني القمح والدواء والمحروقات. دكتور زبيب، بدي احكي معك عن موضوع التدقيق الجنائي يلي اثار لغط بهاليومين، وما له علاقه بوزير المال في حكومه تصريف الاعمال غازي وزني، وما يثار حول العقد الموقع والتعديلات يلي صارت، وايضا عن العقوبات التي قد تطال مسؤولين وشخصيات لبنانيه بموجب قانون ماجنتسكي. ولكن قبل ان انتقل إلى هذا الأمر، حيطل معنا مباشرة من منزله النائب ألان عون عضو تكتل لبنان القوي لنحكي معه عن موضوع الحكومة وما له علاقة بالمطالب والشروط والأمور التي لها علاقة بالوضع الحكومي. بداية بالطبع أستاذ بشارة الأسمر، إذا بتحطنا بجو هذا اللقاء مع حاكم مصرف لبنان، بداية أنتوا طلبتوا الموعد أو شو؟ نعم، نحن طلبنا الموعد من فترة، بس كان لنا موقف بالاتحاد أطلقناه نهار الموعد برفض رفع الدعم بالحفاظ على أموال المضمونين وبالدولار الطالبي، وسأب أنه بنهارتها تحدد الموعد مع الحاكم ونقلنا هالهواجس لفوق، والهواجس تتمحور أول شيء على رفض رفع الدعم لأنه سيؤدي إلى كوارث اجتماعية محتمة. رفع الدعم رح ينقلنا إلى حالة إفلاسية بالضمان بتعاونية الموظفين بالألوية الطبية بشركات التأمين، رح بيحتم وضع اجتماعي غير مأمون. عدا عن انه رفع الدعم على المحروقات رح بيؤدي الى زياده هائله على تعريفات الكهرباء وعلى الافران وعلى السوبر ماركت والى اخره، واتطرقنا كمان للدولار الطالبي وضروره تامينه. هلا المهم هو سؤالكم، يعني انتم موقفكم واضح رفض رفع الدعم لانه هذا يؤدي الى كوارث، الى كوارث وخصوصا للطبقات المتوسطه والفقيره. نعم. شو سمعتوا منه كلام؟ شو سمعتوا منه رد؟ لانه سمعنا انه في استكمال بالاسبوع المقبل، ما بعرف شو بده يصير. الحقيقه انه الحاكم طرح فكره البطاقه التموينيه، طبعا مقابل انه ما راح يضل الدولار على ال 1005، مفترض انه الدولار لا قبل البطاقه التموينيه الخاصه للفقراء. مش بطاقه دعم توزع على مش الفقراء، للفقراء، لكل الشعب اللبناني. ايه ما هو كله صار فقراء. ايه صار كله فقراء. قلت له انا مين بيحدد الفقراء؟ ايه سالنا هالسؤال، مين بيحدد الفقراء؟ يعني لما بيصير الدولار ب 7200 ولما القيمه الشرائيه عند المواطن 8300 امبارح كان يعني له لنا 7200 8000 الى اخره، ومؤهل انه يطلع اكثر بعدم وجود ضوابط. ايه والقيمه الشرائيه، يعني معاشه الواحد صار بيسوى 10% من ما كان يسوى قبل، فكان كل الشعب اللبناني صار فقير. شو قال لكم؟ رح ينرفع الدعم عن القمح والمحروقات والدواء. لم يعد يملك القدره الماليه لتغطيه الدعم، وهالقدره تتضاءل يوم بعد يوم، واللي معه يكاد يصل بعد 3 أو 4 أشهر إلى 17 مليار، وهيدي صارت أموال المودعين، وبيقول إنه هيدي الأموال مش ملكه ليتصرف فيها، وبالتالي هو مضطر إنه يرفع الدعم وبلغ الحكومة بهالإطار على هالواقع الجديد المستجد، وحذر إنه بعدم كمان وجود حكومة الأمور سوف تتفاقم أكثر وأكثر. وإنما طرح كبديل. لحظة، البديل بعدين بحكي عنه. إذا ما عاد عنده احتياط يكفي لتغطية. بيقول الحاكم إنه عنده هلأ 19 مليار فاصلي شيء. إيه قد إيه بيأدوا على بحدود الأربع خمسة أشهر، على يعني تقريبيا 360 مليون دولار بالشهر دعم للسلع الأساسية. أربع خمسة أشهر. هو قيل إنه شهرين أو ثلاثة بيأدي. نحن قلنا أربعة خمسة أشهر. وإذا ما صار في
حكومي أو أموال جديدة، سيتوقف الدعم، ويتجه هو إلى بطاقة. هنحكي وين يتجه علي زبيب، هل يحق لهم وقف الدعم؟ يعني في بكل بساطة يطلع حاكم مصرف لبنان أو الدولة أو الحكومة يقولوا لنا أنه بعد 4-5 أشهر ما عاد معنا مصاري ندعم السلع أو المواد الأساسية، فيهم هيك بكل بساطة بدون ما يتحرك ساكن عند حدا؟ أستاذ جورج، بداية بعتقد صار الوقت لحتى توقف حملة التكاذب. ونحن أنا معك، يعني قلت من فترة كتير طويلة انه ايه بطل في مصاري، وموضوع الدعم كان هو موضوع مسألة وقت. اكيد للأسف الشديد انه موضوع التدقيق الجنائي اللي حضرتك بلشت فيه، واللي هو المدخل الأساسي للمحاسبة ولكشف المستور، اكدت لك ووعدتك مرة الماضية لما طلعت معك، وقلت لك المرة اللي جاي لما بنلتقي فيها ما حيكون في ولا عقد موقع، لأنه أركان السلطة السياسية المتحاصصة كانت مأكدة بكل يوم وبكل ساعة أنه التدقيق الجنائي المالي لن يحصل. وبالتالي الموضوع مش موضوع رفع دعم أو إبقاء دعم، مش موضوع إذا في مصاري أو لا. نحن نعرف كتير منيح أنه لما حاكم المصرف المركزي صرح أنه معه 20 مليار دولار، نحن بنعرف بوقتها من 6 أشهر كان معه أقل من 3 مليار للتدخل بسوق القطع بشكل مباشر. بس أنا هذه التفاصيل حناقشها معك، بس نعم. أنا من الوجهة القانونية، هل يحق لهم القيام بهذه الخطوة من دون الرجوع إلى ما بعرف إذ إلى مجلس الوزراء، يعني مجلس الوزراء، مجلس النواب، يعني عملية رفع دعم لا تحتاج لمجلس نواب؟ هذا اللي بدي أفهم. لا تحتاج لمجلس، هل تحتاج إلى مجلس، هل تحتاج إلى قرار حكومي أم لا؟ بس السؤال، هل بالإمكان من حكومة تصريف أعمال أنه تاخد قرار هالقد بيتعلق به، يعني قرار له تبعات؟ لا، ما هو عم بقول لك، بعد في 4-5 أشهر، يعني المفترض حكومة تصريف الأعمال ما تكون بعدها، يكون يعني بالمنطق لازم يكون في حكومة جديدة. طبعا إذا ما بنعرف الحكومة إلى القدرة الكاملة على أخذ هذا، يعني حكومة إلى القدرة على منع هذا القرار. طبعا إذا بده. أكيد. أوكي. أكيد أكيد بالآخر، بس شرط أنك تأمن له أموال. إذا قال لك إذا قال للحكومة طب ما معي مصاري، كيف بيضلني أدعم؟ شو بتقول له؟ أنا خليني أقول لك شغلي، الحكومة اللبنانية عبر وزراء المالية المتعاقبين كانت دائما عم تتلكأ وعم بتأثر بواجباتها بقلب مصرف لبنان، لأنه في مركز لوزارة المالية بقلب المصرف المركزي، هو كان مستقيل من كل مهامه، ولا مرة شفنا في مراجعة من وزارات المالية للمصرف المركزي. وبالتالي دائما لما نحمل مسؤولية للمصرف المركزي وهو يتحمل مسؤولية كمان، بدنا نحملها لوزارة المالية. الحكومة هي السلطة التنفيذية القائمة في البلاد، وبالتالي إلى كل الحق أنه تمنع رفع الدعم، بس مثل ما قلت لابد أيضا أن توجد البديل، تأمن الأموال. هلأ البديل من هون منفوت على الدهاليز، المدخل الدهاليز. خلينا قبل ما نفوت على هذه الدهاليز انتقل لعضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عو يلي بيطل معنا مباشرة من منزله. مساء الخير أستاذ ألان. مساء الخير لك ولضيوفك. أستاذ ألان، بدي أتطرق معك تحديدا للشأن الحكومي. يعني عم نشوف من بعد ما كان في وعود من كل الكتل السياسية والأقطاب يلي التقاهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقيل أو نقال كان الجو أنه الكل كانوا مستعدين لتسهيل الولادة الحكومية، وما حدا عنده مطالب وما حدا عنده شروط وإلى آخره. وإذ صار مارق أسبوع من المهلة اللي أعطاها الرئيس الفرنسي وبعد ما في شيء بالإيد، وبلشت تطلع المطالب والشروط، وفتنا ببزار المطالب والشروط. ليش وصلنا لهون؟ وفي اتهام يطال التيار الوطني الحر بأنه عم بيشترط أنه بيتنازل عن وزارة الطاقة بمقابل الحصول على المالية والداخلية. هل صحيح أنه هيدا هو جوكم؟ يعني أول شيء أنا مستغرب هالمعركة الافتراضية اللي صايرة، وأنه في معركة شروط وشروط مضادة ومطالب وإلى آخره، بالوقت اللي لهاللحظة بالذات ما حدا بعد عارف رئيس الحكومة شو بده، ما حدا عارف شو تصوره، ما حدا عارف، ما حدا حكي معه ليقدم مطالب. عمل اجتماع يتيم مع رئيس الجمهورية، نحكى فيه عموميات ومبادئ عامة، وصار في تبادل عمليا بما يخص تجربة من ملاحظات وغيره، من دون الدخول بأي تفاصيل لا بالأسماء ولا بالحقائب. عمل اجتماع يمكن مع الخليلين بطلب منه ما بعرف شو نتيجته، يعني هن بيقولوا عنه ما بعرف أنا شو هو،
لم يحصل أي اتصال مع الطيار الوطني الحر خارج إطار الاستشارات النيابية. فكيف طالع مع الإعلام أنه هناك إحاطة بشروط وشروط مضادة وغيره بالوقت اللي ما في حدا يدعي لهاللحظة قبل ما نشوف التصور أو يعني تبع رئيس الحكومة على أي التصور الأول أنه في حدا يقول رأيه فيه؟ يعني كنا هلأ عم نجي نحكي عن فرضيات بالوقت الرئيس المكلف بعد ما قدم شيء لحدا، بس في حدا بعد مطلع على مبادئ، في مبادئ او في تصور معين. بدايه انحكى انه الرئيس المكلف يرغب بحكومه مصغره 14 وزير، بالوقت اللي فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه لم يوافق على هذا الامر ورفض مبدا الحكومه المصغره. يعني هيدي شغله نعرفت ونحكى فيها. مين قال هالشيء؟ لا مين هالشيء؟ رح أقول لك شو، بس حتى أقول لك إذا عم تحكي كأنه اللي عم يحكي هيك كأنه قاعد بيناتهم، هذا كلام يمكن عم يتفسر بإطار موضوع حكى فيه بشكل عام من رأي انعطى، أنه تجربة وزير يحمل حقيقتين منا تجربة ناجحة، اختبرناها تبين أنه بيطلع لا من ده ولا من دي مقصر بهي أو بهي، أو مركز على وحدة مقصر بالتاني. انه نصيحه هي حلناها بالاستشارات النيابيه كتكتو، يمكن رئيس الجمهوريه كمان يعني شارك الراي فيها، هي لا بتعني انه هذا شرط ولا بتعني انه هذا فرض ولا بتعني انه هذا مشكل ولا بتعني انه هذا اشكال ولا بتعني شيء، هذا بتعني راي انه عمليا مع احسن لا اداء الحكومه ولا انتاجيتها ولا فعاليتها ما يكون في عندك وزير لا معلق ولا مطلق بوزارتين. هي كل الخبريه هالقد حجمها، ليش عم نجي نربطها بارقام ونربطها بانه بده 24 وبده 20 وبده 14؟ ما بده شيء، بس يطرح الموضوع هو. نحن من باب النقاش العام اللي حصل وليس ولم يكن تفصيلي باي طريقه، انحكت انه فكره انه يا جماعه اذا بدكم حكومه فاعله من الملاحظات النصائح او النصائح اعتبرها ما يكون كل وزير عنده اكثر من حقيبه، لانه عمليا بيطلع لا مركز هون ولا مركز هون، او هامل وحده ومركز على وحده، هيك القصه هالقد حجمها. طيب بالنسبة للحقائب كتيار وطني حر، هل عندكم مطالب بحقائب معينة؟ وشو رأيكم بمبدأ المداورة اللي انطرح؟ أول شيء التيار وطني حر ما أخذ وما حسم عملية مشاركته بالحكومة بالمعنى المباشر، ولا قلنا رح نشارك ولا قلنا كيف رح نشارك ولا قلنا إذا رح نتعاطى بالأسماء وما قلنا إذا ما رح نتعاطى بالأسماء، ما قلنا شيء. نحن اليوم كتلة مطلوب منا انه تعطي ثقه لهالحكومه. فينا نجي نقول نحن بدنا نعطي ثقه على العمياني، وفينا نجي نقول لا ما بنعطي ثقه للعمياني، نحن بدنا نعطي راي بشكل الحكومه قبل ما نوافق عليها. للحظه بالذات ما صار في يعني اي نقاش او اي اتصال مع رئيس الحكومه المكلف خارج اطار الاستشارات النيابيه اللي انحكى فيها بشكل عام. نحن طبعا قلنا ما عندنا اي مشكله باي فكره. الفكرة اليوم بالذات لحسابات المقاربة الحكومة اليوم بهاللحظة اللي عم نمرق فيها ليست مقاربة محاصصة ولا مقاربة إذا بدك تناتج حصص أو غيره ولا مقاربة سياسية بحت، لأنه الكل اليوم هو الاختبارات كلهم مرقنا فيهم بكل الحكومات وما وصلوا لنتيجة. اليوم المهم بهالحكومة رح لك استجوج وكل القوى السياسية مطلوب منها التعاطي بذات الطريقة. المطلوب بهالحكومة هو كثير واضح وخارطة الطريق كثير واضحة وانوضعت والكل اتفق عليها والكل التزم فيها، وفي رعاية فرنسية حاطة يمكن كل تقلة من أجل أنه تعمل عملية رعاية لهذا الموضوع. اسمها خارطة الطريق هاي اللي اتفق عليها من عدة بنود بده ينعملوا من هلأ لست شهور. اللي بيفيد بهالحكومة لا بقى فريق يطلع له رقم حصة ولا يطلع له حقيبة، بيفيد شغلة واحدة أنه كل الفرقاء يلتزموا بتنفيذ هذه الخطه ويدعموها، يدعموها للحكومه وهن يلتزموا ككتل نيابيه وقت مجلس النواب بالتصويت على القوانين اللي معنيه اللي جزء منها انحط وجزء منها رح يجي من الحكومه. هيدي الشغله الوحيده اللي بتفيد. هلا طبعا ما بيعني انه هيدا الشيء انه تمضي على بياض حيال الحكومه، بالاخر بده يقدم رئيس الحكومه بالتشاور مع بالطريقه اللي بده يريدها، اصلا عنده حد ادنى من تشاور مع رئيس الجمهوريه هذا تحصيل حاصل، لانه رئيس الجمهوريه منه علبه بريد، هو ايضا شريك في نظرته الى الحكومه وعنده راي فيها، بس حتى بشكل عام مع هالكتل السياسيه بده يقدم لها على الاقل بعيدا عن منطق المحاصصه والجبنه المعتاد بده يقدم لها تشكيله تحوز على ثقتها.
ذات فكره موثوقه بالمعنى التجربه، موثوقه طيب بالمعنى استاذ انا الثقه بالاشخاص بتجربتهم على اساسها على اساسها بنحدد كيف رح نتعاطى مع الحكومه او لا. نعم استاذ انا ما بتصور بعد. البطريرك الراعي دعا اليوم الى تاليف حكومه طوارئ مصغره وقال له للرئيس المكلف ألف حكومة طوارئ مؤهلة قوية، الزمن المصيري بيستلزم حكومة ما فيها احتكار ولا محاصصة ولا هيمنة لفئة ولا ألغام تعطل عملها. كيف بتنظر إلى كلام 100% البطريرك اليوم؟ 100% معه، 100% معه. يعني أنتوا كمان اعتبارات الحكومة ليه؟ أنتوا كمان بتقولوا له للرئيس المكلف نفس كلام البطرك اللي قال له إياه؟ ايه بنقول له انه لازم تكون مقاربه الحكومه مقاربه حكومه انقاذيه وليست حكومه اذا بدك تقليديه، لانه اليوم حتى الكتل السياسيه مقاربتها لهي الحكومه بدها تكون مقاربه مختلفه، لانه ضمانه نجاح كل الطبقه السياسيه لما اقول لك بس الكتل، يعني ما يبقى هو هذه الفرصه الاخيره يلي متاحه اليوم من اجل وقف الانهيار بلبنان. هيدي يسمحوا لي كل الكتل السياسيه، لا بقى تنقاس باشخاص ولا بقى تنقاس بحصص ولا بقى تنقاس بشيء، لانه كل هود الاشخاص والحصص والحقائب كلنا مرقنا فيهم وكلهم ما نجحوا. نعم. الفرق الوحيد يلي بيفيد هالمره انه هيدي الكتل تكون صادقه بدعم العمليه الاصلاحيه، تكون مجرده من الكيد السياسي مين ما كان بالحكومه مين ما كان بالحقيبه، تكون صريحه ب أو مقتنعة حقيقة أنه هذه آخر فرصة ويجب إنجاحها وكل الاعتبارات الدينية تصغر مقابيلها. نعم. وما في أي مكسب سياسي من هذه الحكومة باستثناء نجاحها كلها في العملية الإنقاذية اللي إذا ما فكروا هيك عودت سلامتك. نعم. لهذه الحكومة ولغيرها بقلع. نعم. بس هذه كل الفكرة. أنا بدشكرك أستاذ ألاء عون عضو تكتل لبنان القوي على هذه الإطلالة التي لها علاقة حصرا بموضوع تأليف الحكومة وموقفكم أنتم كتكتل لبنان القوي. شكرا لك وعلى أمل يكون لنا لقاء موسع معك هون باستوديو قريبا عن مختلف المواضيع السياسية. شكرا لك أستاذ ألاء عون. برجع إلى ضيوفنا باستوديو الجديد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر والخبير القانوني والمالي دكتور علي زبيب، وأيضا رح بيطل معنا الصحافي الفرنسي كريستيان شينو من باريس واللي كان مرافق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. دكتور زبيب، كنا عم نحكي أنه الموضوع الأساسي هو التدقيق المالي والجنائي. نعم. هو اللي بخلينا نعرف مزبوط فعلياً بمصرف لبنان شو في امواج مش ما في اموال، هل بعد في مصاري للدعم، وين راحوا المصريات وكل هالامور هيدي. هل برايك هذا التدقيق سيتم يوما ما؟ انا للاسف اللي شفناه استاذ جورج من وقت ما بلشت عمليه الحديث عن التدقيق الجنائي كانت السلطه كثير واضحه انها عم تجيب شركات لحتى تخلي الشارع يرفضها، كانت عم تجيب شركات بطريقه عم بتميع عمليه بدايه التدقيق. ثاقبت انه انا كنت الشخص اللي اول من اثار فضيحه كرول، ورجعوا جابوا شركه بعدها قدمت خدمات لمصرف لبنان، خدمات بعتقد تسويقيه يعني في تضارب مصالح، واخر شيء جابوا شركه مارسيل اند الفاريز اللي هي رئيسها جوزيف برناندينو اللي هو نفسه كان المدير التنفيذي لشركه ارثر اندرسون اللي فلست من وراء انها اتلفت ادله ورقيه جنائيه لشركه انرون. يعني اليوم استاذ جورج لما بدك تفشل شيء بتجيب شركات ما لها مصداقيه او لها علاقه مع العدو الصهيوني او لها شبهات او في تضارب مصالح مع المصرف المركزي لحتى تميع الموضوع وتخلي المجتمع اللبناني يزهق ويتناسى او ينسى عمليه التدقيق الجنائي. بس في شيء اهم لازم نقوله، لازم يعرفوه كل المشاهدين واللبنانيين، انه اصلا التدقيق المالي الجنائي سيصطدم بعائق قانوني هو المادة 151 من قانون النقد والتسليف. اليوم لما الحاكم المصرف المركزي بيقول أنه إذا ما وافق المصرف المركزي على عملية التدقيق المالي الجنائي ما رح تتم، بيكون عارف حاله شو عم بيقول، لأنه اليوم المصرف المركزي يمكن ما كان عم يحكي وما كان عم يتعاطى، لأنه بيعرف أنه بعد توقيع العقود، وهذا شيء تساءل عنه وزارة المالية، لأنه لازم يعرف وزير المال ولازم تعرف الحكومة حتى الحكومة المستقيلة. نعم. أنه المادة 151 بتقول حرفيا
على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي إلى المصرف المركزي بأي صفة كانت أن يكتم السر المنشأ بقانون 1956، يعني قانون السرية المصرفية، ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما أيضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بائتمانه إلى المصرف المركزي. شو يعني؟ شو تفسيرها؟ يعني اليوم أي شركة تم التوقيع معها فور وصولها إلى المصرف المركزي من الحاكم إلى الحاجب بيعملوا لها هيك وبيقولوا لها المادة 151 من قانون النقد والتسليف بتقول هيك بتمنعنا إنه نفشي إنه نفرجيك على أي معلومة. وبالتالي اليوم يعني فإذن لشو؟ يعني شو بنكون عملنا يعني؟ الهدف يا أستاذ جورج إنه هرمية النصوص واضحة بلبنان. ما فيك اليوم تتفق مع شركة تدقيق مالي جنائي وتخالف قانون. شو معناتها؟ تفضلوا عدلوا المادة 151 أو الغوة بقانون النقد والتسليف ووقفوا يا أركان السلطة تكذبوا على العالم. عيب والله عيب. الناس صارت كلها بتفهم، والناس حيصرنا سنة لما الناس نزلت على الشوارع. اليوم يا أستاذ صليبي الموضوع صار واضح، بتجيب شركة 2-3-4 ما بيسوا، وبنفس الوقت في عائق قانوني سيصطدم به التدقيق الجنائي ما بتزيله. شو يعني؟ طيب فإذا يعني لو شو ما عملنا وأي شركة اللي كان جبنا وبلشت عملها رح تصطدم بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف. طيب هيدا مش عارفين فيه المسؤولين عنا؟ طيب لما صرنا فترة بنحكي بس فيه لما بيعتبروا أنه إنجاز عملوا هذا التدقيق المالي الجنائي، يعني بدءا من فخامة الرئيس يلي يمكن نواياه طيبة تجاه هالموضوع هيدا، بس ألا يعلم فخامة الرئيس أنه هذه المادة من قانون النقد والتسليف ستقف عائقا أمام حصول التدقيق المالي والجنائي؟ ألا تعلم الحكومة التي أخذت القرار بهذا التدقيق بأن هذه المادة تقف عائقا؟ طب ما زالون بيعرفوا ليش ما يعلمون؟ يعلمون ويكذبون، يعلمون أركان السلطة بدون استثناء كلهم يعلمون ويكذبون، ولا واحد يا أستاذ يعني عاملين تمثيلية على الناس. المبادرة الفرنسية اجت بدها تعمل عملية إنقاذية عبر السلطة القائمة، هيدا الموضوع غير جائز ولن يحصل. السلطة القائمة إذا سمحت بعملية التدقيق الجنائي سيدخلون إلى السجون، ما في مجال. اليوم إذا العملية بدها تروح للصف الثاني والصف الثالث والموظفين الصغار، ليش عم نعمل تدقيق مالي جنائي؟ طيب عال أنت عملت أو أشرت إلى نقطة مهمة، إنه المبادرة الفرنسية عم تعمل عملية إنقاذية من خلال السلطة القائمة طبعًا. وهذا خطأ طبعًا. خليني أنقل هذه الفكرة إلى الصحافي الفرنسي كريستيان شينو يلي عم بيطل معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، ويلي كان برفقة أو رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت إلى لبنان. سيد كريستيان شينو مساء الخير بداية وأهلا وسهلا فيك، شكرا على تلبيتك هذه الدعوة. بصوار خير. سأبدأ بالسؤال الأول الذي كان يتناوله ضيفي في الاستوديو، إنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء للقيام بعملية إنقاذية للوضع في لبنان، ولكن من خلال السلطة الموجودة، وهذا يعتبر خطأ لأن هذه السلطة أثبتت فشلها، فما هو تعليقك؟ j'ai pas compris toute la question. j'ai compris évidemment vous parliez du plan Macron. انكم تتكلمون عن خطة ماكرون. je crois que اعتقد ان ما هو مهم ان الرئيس ماكرون وضع جدول زمني وضغط كبيرا على الطبقة السياسية اللبنانية. Il a dit je ne vous lâcherai قال pas. انني لن اترككم. Et c'est ce qui se passe. وهذا ما يحصل في هذه الآونة. في منتصف شهر اكتوبر سيتم تحضير لمؤتمر في باريس sur les donateurs. مع المانحين من جهة ومؤتمر كذلك سياسي avec les principaux
مع السلطة اللبنانية أو الفاعلين الأساسيين في السلطة اللبنانية. هذا سيحصل في 15 من شهر أكتوبر المقبل. ومن ثم سيأتي شهر كانون الأول حيث سيقوم الرئيس ماكرون بالعودة إلى لبنان. وعندها ستكون ساعة الحقيقة. لأننا سنرى التقدم المحرز وإذا كان هناك حلقة إيجابية. وإن لم يتم إحراز أي تقدم لن يكون هناك أي مبالغ مرصودة للبنانيين وربما سيتم إنزال العقوبات أيضا على المعنيين. ما هو المقصود سيد كريستيان شينو؟ ما هو المقصود تحديدا بالعقوبات؟ يعني تحدث الرئيس الفرنسي عن وقف المساعدات وأيضا عن عقوبات، شو المقصود بالعقوبات؟ من أي دولة؟ إن العقوبات ليست ضد الشعب اللبناني وهذا بديهي، نتكلم عن عقوبات شاملة، نتكلم عن عقوبات مستهدفة تستهدف شخصيات مؤسسات متورطة في الفساد. نعم. وفي هذه المنظومة التي تشن لبنان منذ 30 عاما هناك بالطبع ملفات محددة. الرئيس ماكرون يقول لم تحن الساعة بعد، لكن مع الأمريكيين هناك فكرة تقوم على أننا ليس بوسعنا أن نكمل على هذا المنوال. طيب، العقوبات ستفرض على شخصيات سياسية أو على مؤسسات، عقوبات من قبل أي دول؟ يعني من قبل الدولة الفرنسية، من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل الأمريكيين؟ الأمر بسيط في منتهى البساطة. ماكرون سيتكلم باسم الأوروبيين، وهنا المعني المقصود الاتحاد الأوروبي والأمريكيين أيضا. هناك تعاون وتنسيق بين الجهتين. وهذه العقوبات ممكن أن تتخذ عدة جوانب. على التأشيرات مثلا أو تجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في الخارج. وما إلى هنالك، هناك عدة مستويات من العقوبات، وكل هذا سيعود إلى ما سيقوم به المسؤولون اللبنانيون وما هي الإنجازات التي سيحرزونها. ولكن سيد شينو، أم نرى إما عقوبات أو عدم تمويل؟ نعم، ولكن هناك معطيات تقول بأن الأمريكيين سيبدأون بفرض عقوبات الأسبوع المقبل. هل هناك تناقض بين الموقفين الفرنسي والأمريكي؟ يجب أن ندرك أنه لو كان هناك مبادرة واحدة فرنسية أمريكية كنا سميناها مبادرة ترامب ماكرون، ولكن هناك مبادرة من ماكرون واضحة مع لمها واضحة وضعها على الطاولة، ومن جهة أخرى الأمريكيون يتصرفون أيضا ليس بنفس الوتيرة وعلى نفس المستوى ولكن بصورة عامة. الفكرة هي تحريك الوضع. ولكن كأنه صحيح أن الأمريكيين لديهم حزب الله في المرصاد، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى تدخل في الحسبان. ولكن بدأ الأمريكيين وكأنهم يردون على ماكرون، يعني بالوقت الذي أعطى فيه الرئيس ماكرون مهلة، الأمريكي جاء ليفرض عقوبات وكأنه رد على مبادرة ماكرون. J'ai pas bien saisi la question, mais
مرة أخرى أعتقد بأن الأمريكيين يتركون الفرصة لماكرون ليتقدم في خطته ويضغطون في نفس الوقت، وسنرى في غضون أسابيع. أذكركم بأن الأمريكيين لبنان ليس في أولوياتهم في الوقت الراهن، الأولوية هي الانتخابات الأمريكية. أعتقد بأن ترامب يترك لماكرون القيام بمساره وهو يضغط، ومن ثم سنرى ما ستؤول إليه الأمور. يعني هي قضية الوقت الضائع عند الأمريكي، وبهذا الوقت الضائع يتحرك الرئيس الفرنسي. بالنسبة للأمريكيين لبنان نقطة صغيرة في منطقة الشرق الأوسط في البازل إذا صح التعبير. الملف الكبير هو الملف الإيراني وحلفائها وحزب الله وما إلى هنالك، وبالتالي ما هو ملفت ما سيحصل في 15 من أكتوبر، لأن الأمريكيين سيكونون أيضا حاضرين في باريس. نعم. بالختام سيد كريستيان شينو، ماذا يعني لنفترض أنك تعرضت للموقف الذي تعرض له زميلك جورج مالبرونو، ماذا كنت ستفعل؟ جورج مالبرونو كان مندهشا من خلال بسبب العنف الذي وجهه إليه الرئيس ماكرون. الإجابة الوحيدة هي السكوت. جورج مالبرونو قام بعمله بواجبه، لم يفهم لماذا كان الرئيس ماكرون غاضبا لهذه الدرجة. اليوم هذا الحادث قد أقفل من جانب جورج مالبرونو ومن جانب الإليزي أيضا. لو كنت مكانه أيضا كنت اندهشت وما عرفت شو بدك تقول. أمر معقد عندما تكون أمام رئيس جمهوريتك وهو غاضب وأنت لا تعرف كيف. لا أدري ما إذا كانت هذه المقاربة الأفضل التي يقوم بها الرئيس ماكرون، أن يقوم بذلك علنا خارج إطار المؤتمر الصحفي. نعم سيد كريستيان شينو، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. هل تود أن تقول شيئا لزوجتك السيدة أودات الحلو شينو يلي هي موجودة في بيروت أيضا بمهمة فرنسية إنسانية ورح تكون معنا هلأ؟ سأقول لها سأهنئها لأن لدي زوجة رائعة وأن التعامل مع لبنان رائع جدا أيضا. نعم. قبل ما أختم معك avant de conclure avec vous وأسأل السيدة شينو عن المهمة اللي جاية فيها بالمؤتمر اللي رح يكون بمنتصف أكتوبر، حسب معطياتك سيكون هناك زعماء لبنانيين مدعوين؟ هذا ما افتهمته، هذا ما أعلنه الرئيس ماكرون. سيكون هناك المجتمع الدولي والمانحين وإلى جانبهم وبموازاة هذا المؤتمر سيكون هناك مؤتمرا سياسيا لمعرفة ما إذا كان الملف السياسي أحرز تقدما والإصلاحات، وإذا بدأوا بالإصلاحات والمؤتمران مترابطان. مؤتمر سياسي لمتابعة الإصلاحات أو لتعديل النظام؟
تعديل مش تغيير مش شانجي Je pense que c'est surtout pour voir هو فقط على وجه التحديد لمعرفة إذا هناك جهودا بذلت لإحراز تقدما إذا كان هناك نية في التقدم لأن الرئيس ماكرون a parlé d'un contrat de confiance تكلم عن ثقة عن عقد ثقة نعم avec les 8 chefs politiques qu'il a rencontrés مع الرؤساء السياسيين الثمانية الذي التقى بهم وبالتالي سوف يقيس إذا كانت هذه الثقة في محلها أم لا نعم شكرا لك سيد كريستيان شينو على هذه الإطلالة وأنتقل من العاصمة الفرنسية باريس إلى بكفية في لبنان مع السيدة أودات الحلو شينو مساء الخير مدام حلو أو مدام شينو ما بعرف شو بتحب نقول لك مساء الخير منضلنا حلو للأبد ونفتخر هيدا لأنك هلأ بلبنان هلأ بس رجعي على باريس بتصيري شينو دايما أنا أودات حلو شينو الحلو بتضلنا للأبد يا هلا فيك سمعنا زوجك بالسياسة بدي أسمعك لألك أنت موجودة بلبنان من يومين ثلاثة لمتابعة توزيع مساعدات إنسانية فرنسية إذا ممكن تخبريني شو يعني هيدا الدور أو المبادرة الفرنسية الإنسانية تحديدا شو جايين تعملوا هي الحقيقة هي مبادرة شخصية للجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب يلي أنا من المؤسسين نحن إكيب بالأساس معالجين نفسيين بنشتغل مع ضحايا الإرهاب بلبنان نحن معالجين مجموعة من فرنسيين ولبنانيين المبادرة هيدي بلشت من نص تموز مع الأزمة الاقتصادية اللي صارت بلشنا نجمع مساعدات بفرنسا كرمال نبعتها على أساس نبعتها عملنا صوب أيلول وصار الانفجار الكبير سرعنا المبادرة وقدرنا نبعت كونتينر 70 متر كوب على الباتو يلي وصل مع أكنول يلي وصل الجمعة الماضية وقتها الرئيس ماكرون كان هون ووصلت امبارح كرمال كون مع الصبايا والشباب يلي هون عم بيشتغلوا من 2006 كرمال نقدر نفضي الكونتينر ونعلب ونوزع انتوا عم تتعاملوا مع الجمعيات ومع المجتمع المدني ولا مع مؤسسات معينه ولا مع مين عم نتعامل دغري مع الناس نحن عم كل الناس يلي محتاجه كانت يعني كثار يعني بس قدرنا عربنا 1000 عائله يلي هن من الاولويات عم قسمناهم لثلاثه اقسام العيال يلي العجزه اللي ما عندهم معين العيال يلي عندهم بيبيات وما عندهم بقى مردود والعيال يلي عندها مردود ضئيل وما عم تقدر تلحق فهيدي الاولويات تبعنا عندنا هلا 1000 عائله رح يتوزع لهم من المساعدات يلي وصلناها جمعه الماضيه على كل حال ولو انه بهالاطلاله البسيطه بس حبينا انه ننقل تحيه لكم على جهودكم ونضوي على هذا الجهد يلي عم تقوموا فيه وبفتكر انه انتم جهدكم مستمر يعني رح بكون عندكم كمان متابعه لملف المساعدات من بعد ما تخلصوا من هالألف عائله رح بيكون في حسب ما سمعت او فهمت منك مزبوط. رح بيكون في استمراريه للمساعدات مزبوط. وصولا الى شهر ديسمبر او نوفمبر او ما بعرف مثل ما عم تقولي مزبوط في كونتينر ثاني رح يوصل بس بدي احب ركز على شغله انه نحن من اول نهار الفريق المعالج النفسي هو على الارض وعندنا اللي بيتصلوا فينا يعني نحن المعالجة النفسية لكل الضحايا ببلاش وهذا أهم جزء عنا لأن كلنا مختصين بعوارض ما بعد الصدمة يعني اسمح لي وجه من عندك اليوم نداء لكل يلي بحاجة لمساعدة نفسية يتصل بالجمعية اللبنانية ضحايا الإرهاب على سيت إنترنت عنا كل أرقامنا وفيهم من خلالك ياخذوا أرقامنا والمعالجة مجانية للجميع نعم. شكرا لك سيدة أودات الحلو شينو بالعودة لضيوفي بالستوديو رئيس الاتحاد العمال العام بشار الأسمر سمعنا هلأ مساعدات وعائلات وكنت عم بتقلي عن بطاقة دعم اقترحها حاكم مصرف لبنان يعني صرنا يعني اللبناني وصل لوقت لمرحلة سيئة جدا انه ناطرين كونتينر يجي
يعطي كل هالمساعدات اللي شفناها او بطاقة دعم للفقراء لحد هلا كمان كل هالمساعدات اللي شفناها بما فيها القمح ما ادت الى اي تراجع بسعر بيع الرغيف. اللي بحب اقوله انه نحن كمان شفنا كثير مؤتمرات بالسابق، نحن عاصرنا كل الحرب اللبنانية وشفنا بوارج واساطيل كمان وشفنا تدخلات الى ما لا نهاية ولم تعطي اي نتيجة حتى ما يتامل الشعب اللبناني كثير. ومؤتمرات الدعم اللي كانت تصير وترصد فيها المليارات كانت تروح كمان سدى وتقاصم، ما كانت توصل او يحصل تقاصم لهذه المؤتمرات. طيب وشهدنا على بعض الامور، نحن فعليا بالضمان الاجتماعي كان جاي مساعده من الاتحاد الاوروبي كان مليون ونص دولار، كان مخصص منها 500,000 دولار دراسات رفضناها نحن. اليوم عندكم نسبه او دراسه إلى علاقه بمستوى المعيشه لللبناني، خط الفقر، نسبه الفقراء، نسبه في عندنا اكثر من 55% صاروا تحت خط الفقر، وفي عندنا لحدود 90% ناس كمان بلشوا يعانوا من الضائقه الاقتصاديه، في واقع اليم عم نعيشه، الثروه متركزه ب 5%. احساب هيك كان في لنا هيك جمله امور كمان طرحناها على الحاكم مهمه جدا، اهم شيء فيها انه عندي 400,000 مضمون عم بيطلعوا بلا تعويضات لانه ما في مصاري، لانه لا مثل انه السعر صرف الليره صار مضروب ب 6-7 مرات على من تقرا مزاميرك. وبالتالي طرحنا فكره انه الدولار اللي بيطلع من بياخذ تعويضه اللي هن بيوازوا تقريبا 400,000 يقدر يصرف تعويضه على سعر دولار 1500، مثل ما بيصدر الحاكم تعاميم لحماية أحيانا الأغنياء وحماية المصرف المركزي خلي يصدر تعاميم ليقدر يحمي المضمون، هيدي كانت أساسية. هاي إيه شو قال لكم الحاكم؟ وعد بالاستمرار بالدراسة وقال أنه بدنا نطرح الشيء على البنك الدولي ونحن راح يكون لنا موقف عم نهيئ لتحرك كبير بالضمان. دكتور علي بدي اقول لك بعد شغله استجوج الحفاظ كمان على اموال الضمان شغله كثير مهمه، يعني نحن قبل ما نوصل لكل هالمؤتمرات بدي انا اعيش، يعني قبل ما انوعد انا بمؤتمر للدعم بعد 3-4 اشهر بدي هلا دعم، يعني انا كنت بتامل مثلا انه يكون في دعم فوري من الرئيس ماكرون لمرفق بيروت مثلا، حلوه الزياره كثير كانت ممتازه، لنقدر نحط إزاز لنقدر نبلش عملنا كإدارة. لأرجع أقول إنه الضمان في له 14,000 مليار ما بين مصرف مركزي وما بين بنوك، بدنا نعمل تشريع لحماية أموال الضمان والمضمونين، أهم شيء أهم باعتقادي أنا، خلينا نمشي متوازيين مع الفورنسيك أوديت ومع كل هالأمور. بس هول الأموال المموجودين مع أنه يعني مصيره مثل أموال المودعين، يعني مثل اموال الناس، خليني اعمل شيء يحميهم خاصه، هل قادرين نعمل شيء نحميهم؟ وبعدين هولي وين هالاموال، اموال الضمان على القليل بالنسبه للبنوك على القليل بالنسبه للبنوك هولي وين صاروا برايك؟ انا يعني اول شيء بتشكره للريس انه حط الامور بنصابها فيما يتعلق بالضمان، ولكن يعني بدنا النتيجه مش انه المهم نحطها بنصابها، لازم نعرف يا استاذ جورج انه المصاري راحت، ما هيدا امر مين لازم بعد يقلنا لنصدق. ما طلع رياض سلامة قال على الإعلام الفرنساوي إنه الإيداعات لم تعد موجودة، وقال إنه في عجز بالدولة والجاب هو 80 مليار دولار وبدنا نشوف مين بده يتحمل. نحن اليوم بعتقد نسينا بهالجمهورية العظيمة إنه في شيء اسمه ديوان المحاسبة، وعظيم الفورنزيك أوديتينج وعظيم إنه نروح لمؤسسات دولية، بس هل يا ترى أقرينا إنه في عنا هيئات مفروض تكون مستقلة بلبنان استقالت من دورة ونحن كمواطنين أقرينا أنه ما بقى إلى داعي؟ يعني اليوم أستاذ جورج ديوان المحاسبة هو هيئة إدارية قضائية متخصصة تتولى القضاء المالي، بمارس وظيفته الإدارية برقابة مسبقة ومؤخرة على تنفيذ الموازنة وإبداء الرأي بالأمور المالية، واحدة. اثنين والأهم بالنسبة لي كمحامي، يمارس وظيفة قضائية برقابة على الحسابات اللي ما شفناه أبدا عملها، وكل من يتولى استعمال وإدارة الأموال العمومية. طب لو ديوان المحاسبة قام بمهامه، هل يا ترى كنا وصلنا لمطرح نحن بحاجة فيه
لفورنزيك اوديتنج على المجتمع الدولي؟ بس المشكله انه ما قام بمهمته. انا خليني اقول لك ليش ما قام. ليه؟ مشكله وحده، هو مشكلته انه منقوص الاستقلاليه. ليه؟ لانه بيراقب السلطه التنفيذيه وبيخضع لها، في استحاله لتنفيذ مهمه. فاذا وين الحل؟ اذا اليوم السلطه التنفيذيه، شو بدنا نعمل؟ اذا السلطه التنفيذيه هي نواتها من المحاصصه السياسيه الموجوده من اركان السلطه الحاكمه، مش من 30 سنه، من 50 سنه. صحيح. من 50 سنه ما في امكانيه لهيئات لازم تكون مستقله مثل ديوان المحاسبه انها تقدر تقوم بمهامها وهي بتخضع لنفس السلطه. بس دكتور زبيب، هيدا توصيف للواقع، نحن بدنا حلول. حلول شو الحلول؟ شو الحل؟ طبعا يعني اذا عندنا ديوان محاسبه على هالشكل، عندنا اموال مودعين راحت، عندنا اموال ضمان راحت، يعني ما بدنا نحكي. عنا انا ما بدي يكون شعبوي جورج، بس الحل هو استقلاليه القضاء. الحل باعاده النظر بتركيبه هيدي الهيئات، الحل باعاده النظر بتركيبه ديوان المحاسبه، الحل انه ديوان المحاسبه ما يخضع ما يخضع للسلطه. الحل باعاده تركيب السلطه ككل ضمن مبدا الحوار. نحن محكومين بالحوار، محكومين بواقع سياسي وطائفي ومذهبي ومناطقي، ما بنقدر نظهر من الحوار. هيك تألف لبنان. لبنان الكبير قام على الحوار، ونحن اليوم محكومين بالحوار. قبل ما نطرح أشياء نقدر نوصفها كتير منيح، بدنا نطرح لها حلولها كمان. اليوم الحل شو؟ الحل بدنا نعمل حكومة من الأكفاء الرجال، مش نجيب ناس أكاديميين مع احترامي. الحل إنه بدنا نوقف الفساد. نعم. ونعاقب الفاسد. هيدا الحل. ونحاسب 100% الفاسد 100%. مين ونعاقبه حتى يقدر حتى نقدر نوقف هذا الفساد. مين عم بيألف الحكومة؟ بدنا نجيب رجال أكفاء. مين يا ريس، مين عم بيألف الحكومة؟ كمان انهيار منظومة السلطة. أستاذ علي، انهيار منظومة السلطة بالكامل، كيف نرجع من قلة السلطة؟ لا لا، ما في. يعني ما بدنا نطرح شعارات. ريس، نحن مع إعادة تكوين السلطة بانتخابات بأمر آخر، إنما الواقع اللي نحن فيه يجب إعادة تكوين السلطة. ريس، إعادة بعد تكوين السلطة يبدأ من انتخابات نيابية حقيقية وفق قانون انتخابي عادل عصري وعادل. أنا إذا ما نعمل قانون كمان نرجع لأنه قوانين طائفية ومذهبية وتوزيع حصص، معناتها بنكون ابتدأنا جاي جدا. مع الأسف أنا برجع لرأي نقيب المحامين بهذا السياق، حكم القانون والمحاسبة قبل أي شيء آخر. الانتخابات النيابية المبكرة، وأنا لا بحكي بالسياسة ولا بدخل بجدل سياسي، أنا شخص قانوني تقني، انتخابات النيابية المبكرة إحصائياً لن تؤتي بالنتائج المرجوة، وستبقى السلطة القائمة هي المحاسبة، هي الطريقة الوحيدة. التدقيق المالي الجنائي وتوجيه أصابع الاتهام، ولكن في بعض الأشخاص حيتفاجأوا برأيي، في شيء اسمه بلي بارجنينج، وهي عملية المساومة. في عنا نظريتين، في النيم أند شيم، أي بدك تحدد مين هو الفاسد وتفضحه، وهي بتعمل حرب أهلية بلبنان، لأنه في غلافات طائفية على رؤساء، إذا بدنا ال- 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 الطوائف والأحزاب السياسية. بس كيف بدنا نوصل لدولة عادلة إذا عطول في خطوط حمر وأغطية؟ هجاوبك. في إلا غطاء. هجاوبك. خليني كمل الفكرة. مثل ما بتفضلوا السلطة تعيد نفسها. لا، ما هو خليني كمل لك الفكرة لقلك شو بيصير. خلينا نشوف الفكرة. اليوم نحن النيم أند شيم ما بينفعك بلبنان، لأنه بتكون قتلت الناطور بس ما أكلت عنب. في شيء اسمه عملية المساومة البلي بارجينج. أنا شفت فلان الفلاني سرق وعرفت أنه نهب، والتدقيق الجنائي أثبت هذا الموضوع، بروح لعنده بقول له في شرطين، يا بده يتم توجيه اتهامات جنائية المساومة، أو هالعشر مليارات اللي أخذتهم اللي استعرتهم، بركي مش منتبه أنك استعرتهم، بترجع منهم 5 مليارات على 5 سنين أو على 10 سنين، وبتتفضل تظهر انت وعائلتك وسليلتك من الحياه السياسيه. هيدا مش تطبيق قانون. هيدا مش تطبيق قانون. هيدي مساومه. هيدي صفقه. هي مساومه. استاذ جورج، على المستوى الدولي البلي بارجنينج كانت من انجح الوسائل لاستعاده الاموال المنهوبه، والا
ما في ولا قرش رح يعاد. بس هيك عم بتزمطهم، بس هيك عم بتزمطهم من المحاسبه. طيب خلينا يعني ناطرين بعد... لكن لنشوف المحاسبه وين. طيب مين خليني اسالك اي سلطه، اي سلطه بتاعي. اي سلطه خليني اسالك خليني دكتور علي اي حكومه قائم فيها دكتور علي خليني اسالك عن، طالما عم نحكي عن المصرف المركزي وعن المصارف وعن اموال الناس. نعم. مؤخرا الحاكم اعطى انذارات مؤخرا للمصارف انه اما زياده راس مالهم او بيصيروا خارج السوق. طيب هالأموال يلي طالب الحاكم إنه ينزادوا على رأس مال المصارف، هل هي من الأرباح المصارف ومن الأموال الفاحشة يلي جنوها سابقا أم شو؟ نعم. أول شيء أستاذ جورج، يعني بدي يكون مقتضب احتراما لوقت الحلقة ولنترك مجال للريس يدلي بدلوه. في أربع تعميم صدرت، في اثنين منهم أنا التعميم اللي هو 568 اللي حضرتك ما سألتني عنه، هو تعميم فضيحة بكل ما للكلمة من معنى تجاه المقترض اللبناني المواطن اللي له علاقة بالقروض. صح. وتعميم 104 رح نسألك عنه. نعم. وتعميم 154 اللي هو تعميم فيه إشكاليات قانونية رهيبة وفي عدم وضوح. نحن تعودنا على المصرف المركزي بينزل تعميمات أوقات بخض فيها السوق، بيرجع بينزل تعميم استضاحي. بعدنا بانتظار المصرف المركزي لينزل تعميم استضاحي. لجاوبك على سؤالك بشكل مباشر، أول شيء المصرف المركزي قرر أنه ياخد يقوم مقام السلطة التشريعية والسلطة القضائية، يعني اختصر واختزل مجلس النواب والقضاء وقرر أنه ينزل تعميم. وعلى فكرة التعميم هو يعني هرمية النصوص، عندك دستور، معاهدات دولية، قوانين، ومن ثم التعميم والمراسيم والقرارات. قرر انه هو يطلع بقلب التعميم نقاط ما بحق له يطلعها، وطلع نقاط مبهمه وغير واضحه. على سبيل المثال للحصر، اليوم بيقول لك حث العملاء. شو هي كلمه حث؟ وين نزلت كلمه حث؟ وباي قاموس موجوده كلمه حث بتعميم؟ انت استاذ جورج لما حثك على شيء يعني عم بتمنى عليك، عم بتمنى عليك ولك الحق تقول إيه؟ قانونا تقول لا. قانونا لك الحق بالقبول او الرفض دون ان يكون هناك اي تبعات عقابيه على رايك او على قرارك. اليوم بمطرح بيقول لك حث العملاء الذين حولوا 500 الف دولار وما فوق من 1/7/2017 وزاد علي ووضعهم بحساب خاص باسمهم لدى المصرف. والأسوأ والأخطر أنه هاي الحسابات ما بتتأيد بسقوف الفوائد، يعني عود على بدء. يعني هاي الحسابات يمكن نرجع نعطي عليها 15 و16 و17 ونرجع نفوت يعني بنفس الدولة. هيدا بالمفعول الواقعي ما بيصرخ عملياً استاذ جورج، بيرجع بيربط الحث إذا كل من يتقاعس عن تطبيق التعميم تفرض بحقه التدابير والعقوبات قانون 44. يا أخي القانون 44 اللي صدر ب 24/11/2015 يتعاطى حصرا بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كيف ربطت هيدا الموضوع بهيدا الموضوع؟ طيب بس دكتور علي بدي كمل لك على البيبس و30% لأنه هن الأكثر خطورة اللي له علاقة بالسياسيين. إذا اليوم استاذ جورج صليب بحول من 1/7 لهلا 500,000 بدك ترد 15% منهم. اسمح لي اشرح او اسال، طيب مين قال انه الاموال بعضهم موجودين؟ وعلى اي اساس بنظام راس مالي ليبرالي حر انت قمت بعمليه تحويل قانونيه 100% بتجارتك بشخصك على وليش 15%؟ مين حدد هيدا الرقم؟ بيرجع بيقول لك البيبس الاشخاص المعرضين سياسيا ومن تولوا الشان العام واصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين. بين قوسين شو يعني كبار المساهمين؟ ما حدد. الأسوأ بهيدا 30% بيب، أنت شخص معرض سياسيا توليت الشأن العام، ما بحق لك يا حاكم مصرف لبنان يا مصرف لبنان ويا مجلس مركزي تحط ولا نسبة مئوية. بس يعني مثل ما بيقولوا for the sake of the argument، ليش 30؟ ليش مش 100%؟ ليش مش 50 على أي أساس؟ طيب بدي أرجع أنا لو سمحت، بدي أرجع لسؤالي. نعم. الانذارات يلي مؤخرا عطاها للمصارف اما بتزيدوا راس مالكم او بتصيروا خارج السوق. نعم. المقصود فيها هالاموال يلي طالب الحاكم بزياده الراس مال، هل هي من الارباح يلي جنوها المصارف، من الاموال او الارباح الفاحشه يلي جنوها ام شو؟ استاذ جورج، المصارف اخذ ربحت 90.3 مليار دولار، وزعت للمودعين بشكل فاحش 60 مليار، وخلت معها 30.3
30.3 مليار وصرحت عن 21 مليار. نعم. شق التهرب الضريبي ما حدا نحكي فيه. ولكن الحاكم ولا مرة حدد من وين بدها تكون هالمصارف. وأنا اللي بتأسف عليه أنه الحاكم هلأ أو بالأحرى المصرف المركزي هلأ قال أنه المصارف المخالفة ستحال إلى الهيئة المصرفية العليا بناء للمادة 208 من قانون النقد والتسليف. المادة 208 بتبلش بالتنبيه وبتخلص وعندك تخفيض تسهيلات أو تعليقة، منعه من القيام بالعمليات المصرفية، تعيين مراقب أو مدير مؤقت أو شطبه. طيب. وين كانت هيدي الإجراءات يا أستاذ سابقا بآخر 10 أشهر؟ المصارف ما خلت مخالفة قانونية ما عملتها، وينها؟ طب الحاكم كان عم يتذرع بعدم وجود مجلس مركزي، نحن معه لما تعينوا نواب حاكم مصرف لبنان بالتعيينات المالية المؤخرة، صار في عنا مجلس مركزي. من وقتها كان الحاكم بحق له التنبيه. طيب بتعرف من وقت ما بلشت الأزمة لوقت ما تعينوا نواب الحاكم ولا مرة وجه تنبيه، ومن وقت ما تعين مجلس مركزي لليوم ولا مرة استعمل صلاحياته. نعم. المجلس طيب المركزي. دكتور زبيب، لما بيقول إما زيادة رأس ماله أو بتصيروا خارج السوق، ماذا يعني خارج السوق؟ لحكيتك يعني لحكيتك عنه. لحظة، يعني دمج؟ لا، لحكيتك عنهم. هو ما بيحق يقول اندمجوا أو أدغموا، يعني الدمج أو الإدغام أو التصفية. هو بالنسبة له إذا خالفتوا بنبهكم، خفض لكم تسهيلاتكم أو بوقفها، بمنعكم من القيام ببعض العمليات، بحط عليكم مدير مؤقت. شو بيصير مصيرهم يعني؟ أو بيشطبهم. بيشطبهم؟ بحق له بالآخر بحق للمجلس المركزي. كيف بيشطبهم؟ موجودين؟ يعني الشطب يعني بيشطب المصرف، بيفوت أو بيصير في لجنة تصفية للمصرف، أو بيصير في عملية دمج وإدغام. دمج هو اثنين بيندمجوا ببعض، الإدغام هو مصرف بيستحوذ على المصرف. استحوذ. هل تمتثل المصارف حكما بهذا الطلب او بهذا الانذار اللي وجهه الحاكم؟ لهلا استاذ جورج، بكل تاريخ المصارف بلبنان دائما المصرف المركزي كان الاله الاوحد للمصارف، وكانوا بيمتثلوا بكل كلمه. اليوم شفنا غرابه يعني شديده الفظاعه من 17 تشرين لليوم، انه المصارف كانت عم تضرب عرض الحائط بتعاميم مصرف لبنان، واصلا ما كانت عم تمتثل للقوانين لانه كانت عم تعمل اجراءات ما لها تشبه الكابيتال كنترول بدون وجود اي قانون، وبالتالي لا عم تمتثل للقوانين ولا ما امتثلت لتعاميم مصرف لبنان بعدد كبير منها. اليوم وصلت الوقاحه انك بتفوت على مصرف تتذرع بالقانون، يا اخي نحن محامين بنقول بس في التعميم كذا، بيقول لك المصرف روح راجع فيه مصرف لبنان. يعني لاي مطرح وصلنا انه السلطه الرقابيه الوحيده في لبنان اللي هي عليها مراقبة المصارف وتنظيم عمل المصارف والسياسة النقدية انه ما بقى تكون قادرة تسيطر على المصارف وما تضبط. اذا بس تسمح لي كمان بشكل سريع، لانه في عندي بعد الاستاذ بشارة وفي عندي بعد الاستاذ عبد الباري. انربطت بتحفيز الاقتصاد الوطني. شو يعني تحفيز الاقتصاد الوطني؟ انربطت بإعادة الثقة. عن جد مصدقين انه اذا بيرجعوا 15 و30% حترجع الثقة بالقطاع المصرفي؟ القطاع المصرفي فقد الثقة فقدانا كاملا، والأهم من هيدا وكله بده يحمل المصرف المركزي العملاء مهمة تعزيز السيولة. يا أخي بالقانون تعزيز السيولة هو من واجب المصارف وليس من واجب العملاء، وبالتالي للأسف هاي التعاميم هي تعاميم غير واقعية. وانتبه المصارف بيمشوا فيها للتعاميم لأنها مخيطة عقياسهم. إذا بتسمح لي بعد دقيقتين، لأنه الناس ما بدهم يسمعوا عن هيدا التعميم، ولا واحد اللي عم يحضرونا أستاذ جورج أو 95% لا حولوا 500,000 ولا معهم 500,000 ولا هن بيبس. إذا بتسمح لي أحكي عن التعميم ال 568 اللي ضرب المقترض بالصميم واللي خالف الدستور. تعميم 568 هو بكل بساطة إجا بلش بشكل كتير حلو وقال إنه الكل بحق له يدفع على 1507 إلا إذا كان غير مقيم، وهنا مخالفة واضحة للدستور اللبناني في مادته السابعة، لأنه بكل بساطة قرر أنه يميز بين المقيم والمغترب، وبالتالي ميز بين المواطنين، علما أنه غير المقيم حدد بموجب تعميم مصرف لبنان ب 1996 وهو قائم على هذه كتير مهم الكل يسمع، احتساب نتائج ميزان المدفوعات، تقييم الناتج المحلي، وتحليل العديد من التطورات الاقتصادية، ولم يرد بأي حال من الأحوال عملية القروض. بيرجع بيقول لك يا أستاذ جورج إذا كان عندك حساب بالدولار الأمريكي، طيب بركي حسابك فاضي. وأخطر شيء بهيدا التعميم، لأنه ما عاد في وقت نفوت بالأكثر منه، أخطر نقطتين وبدي أنهي فيهم، بيقول لك إنه إذا أنت
مغترب ومعك دولار على الآن بلبنان وعندك قرض أخده وأنت لما كنت مقيم ما فيك تسكر من دولاراتك العلقانة، العلقانة بدك تجيب فريش ماني وال 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 والخاتم الأسوأ بتكون هو إنه الخاتم الأسوأ فعلاً الأسوأ إنه اليوم لما كان عم يجينا موكل عم بيقول هالمصرف ما عم يقبل يقبض باللبناني عم نوجه له إنذار وعم نلزمه، بتعرف شو بيقول مصرف لبناني يا أستاذ جورج؟ بيقول لك تبقى جميع العقود اللي هي الاقتراض بحسب عملة القرض، يعني اليوم بكل وضوح عم يضرب المادة 192 اللي بتقول للليرة اللبنانية قوة غير إبرائية على الأراضي اللبنانية وبتعطفها على المادة 319 عقوبات اللي بتقول من يرفض أن يستلم أو يقبل الليرة اللبنانية يعاقب بالحبس من 6 أشهر لـ2 سنين دكتور زميل وين أو 3 سنين بعتقد نحن بحاجة لحلقة متكاملة نحكي فيها حلقة. عن هذه النقاط وما بتخلص في عندي الأستاذ عبد الباري عطوان مباشرة من لندن بدي أختم معه من بعد ما أسألك أستاذ بشارة الأسمر عن بطاقة الدعم يلي نحكى عنها هاي البطاقة شو بدي يعني نحكى عن سلة غذائية ما شفنا إلى مفعول ونحكى عن السلة الغذائية فيها 300 مادة قال. بعدك بتروح على السوبر ماركت بتلاقي إنه الأسعار نار وني هالسلة ما كنا نعرف وني بعتقد مفخوتة هالسلة بطاقة الدعم شو هي هيدي وكيف وليش وشو بطاقة الدعم الحاكم بيقول بدها تشمل كل الشعب اللبناني وبالتالي رح كيف بدها تشمل منين بدهم يجيبوا خليني أقول يعني. بس شوي إنه رح بيكون في استثناء يعني للمقيمين من غير الشعب اللبناني وبالتالي إذا دعمت أنا بهالشكل والشعب اللبناني استفاد طيب بالكهرباء وبالماء اللي عم يستفيدوا غير المقيمين كيف بقدر أضبط الأمور وكيف بقدر أضبط التهريب وبالتالي هيدي البطاقة دخلنا بعالم السياسي كمان بمتاهات السياسي هل ستشمل اللبنانيين ولا تشمل المقيمين يعني دخلنا بقصة اليوم السياسي خليني من الآخر أقول اليوم رئيس الاتحاد العمال العام شو بيقول للحكومة اللي ممكن تجي الحكومة اللي ناطرينا شو بتقول للمؤسسات الرسمية لا من رئيس الجمهورية وصولا لكل المؤسسات الدستورية حتى أنا ما أكون سلبي بالمطلق مع الحاكم قلت له كل شيء بده يتقرر يخص العمال والشعب اللبناني الاتحاد العمالي العام بده يكون حاضر وهذا الكلام انقال كمان بوزارة الاقتصاد وبالمناسبة أنا بحيي الدكتور محمد أبو حيدر لأنه رح يكون لنا نحتويه نوع من تدبير معين لتدريب مفتشين لنساهم سوا نحن وياه بالتفتيش على المؤسسات نعم. وأنا بقول أنه كمان حتى بالسلة الغذائية اللي انعملت ما كان لنا رأي مفترض يكون لنا رأي لأنه دعمت بعض الأمور اللي ما بيسوى تندعم واستفاد منها التجار ما هذا الغلط اللي صار هذا الغلط عندنا تجربة بالبطاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية للعيال الأكثر فقراً كانت فاشلة جداً وعندنا ونخاف هلأ كمان والسلة الغذائية اللي كانت فاشلة إنما مفترض أي شيء يخص الشعب اللبناني أو العمال بلبنان يكون الاتحاد العمالي العام حاضر للمناقشة ويكون حاضر لإيجاد الحلول شكراً لك بدي أقول بعد شغلة سريعاً لو كثير مهمة هيدي البطاقة إذا انعملت على 3900 ستؤدي إلى أفلاس الضمان لأنه الضمان أول شيء عم بيقوم بمستوجباته تجاه المضمونين تجاه المستشفيات تجاه كل من له أموال مع الضمان ضمان ما حدا عم يدفع له الدولة تتمنى عن دفع مستحقاتها أصحاب العمل نعمل تمديد مهل لبراءات الذمة لأول السنة وهيدي خطرة وكمان ما بيدفعوا إذا دفعوا مؤسساتهم بيدفعوا على الحد الأدنى للأجور والمؤسسات المكتومة وبالتالي في خطر على الضمان في خطر على المؤسسات الضامنة كلها على تعاونية موظفي الدولة على الألوية الطبية على الأسيرونسات اللي هي ستعاني الأمرين هذا سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة الاجتماعية بصورة كاملة وخاصة اليوم إذا منطلع على الدواء مثلا سوق الدواء منشوف عدا سوق المحروقات اللي عم يعاني من التهريب بلش سوق الدواء كمان يعاني من التهريب شكرا لك استاذ بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمال العام شكرا لك دكتور علي زبيب الخبير القانوني والمالي على هذه ما قدرنا ناخذ نشرح اكثر الواقع اللي بوصلنا عليه وقف الدعم على كل حال احسن يعني ما تشرح يا ريس لانه اذا لا تشرح لحتى الناس لحتى توقف الناس وقفه واحده أكيد مع الاتحاد العمالي العام يكون بالشارع بيكفي تقول تقول انه وقف الدعم بيوصل سعر تانكة البنزين ل 80,000 وربطة الخبز إلى 10,000 إذا قلنا بس هالنقطتين إذا وقف الدعم
ربطة الخبز 10,000، تانكة البنزين 80,000، لازم نشوف شو بده يصير. جورج كل الدعم اللي فيها قمح وطحين لحد هلا ما ادى الى انخفاض بسيط، وين عم تروح هلا المساعدات؟ شكرا لك. هو اللي تعرف الناس وين لازم تروح، وين لازم تتوجه، وشو لازم تعمل. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم.